إذا نتابع المزيد من القدس المحتلة. معنا مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، أهلا بك دانا، ومزيد من التفاصيل خاصة حول إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل بعض من الجنود، وبالتحديد مقتل جندي بالكتيبة 101 من لواء المظليين. بالفعل كريم، هذه التصريحات إن دلت على شيء فتدل على أن المعارك والمواجهات ضارية سواء في شمال القطاع، في وسط القطاع، وفي جنوب القطاع، وهذا ما أكد عليه عضو كابينيت الحرب أزيكوت خلال تصريحاته أمس، الذي قال بأن كتيبة كاملة تعمل في جباليا تجابه فصائل مقاومة فلسطينية أو ألوية كان قد قيل سابقا بأنه تم الإجهاز عليها وتفكيكها. لذلك هذه الإعلانات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت صبيحة هذا اليوم بالإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال القطاع، أي في المنطقة التي ذكرناها في جباليا وتلك المناطق تحديدا، والحديث أيضا عن إصابة عدد من الجنود. وجيش الاحتلال الإسرائيلي كان أمس قد تحدث أنه تعامل مع ما يزيد على 26 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كان قد سبقها إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنود الاحتلال وإصابة 5، بينهم 3 بإصابات حرجة ومنهم 1 منهم ضابط. كانت هذه أيضا نتيجة كمين مفخخ ومحكم كانت قد أقامته فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مبنى سكني بالقرب من معبر رفح، وبهذا ترتفع حصيلة القتلى الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 642 قتيل، بينهم 291 منذ بدء الهجوم البري العسكري في 27 من تشرين الأول العام الماضي. كذلك الحال نتحدث عن ارتفاع أعداد الإصابات، ووسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أن هنالك ارتفاع في أعداد الإصابات الذي سيعترف فيهم لاحقا على أنهم معاقون. كذلك الحال جنود الاحتلال الذين يتعرضون إلى معالجة نفسية كانت قد ازدادت أعدادهم، وخاصة بسبب هذه المعارك الجارية هناك. نتحدث أيضا من ضمن بيانات جيش الاحتلال هو الإنجاز العسكري كما يسمى إسرائيليا، وهذا التغني ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه مؤخرا بأن هنالك فرقة 98 تعمل في شمال القطاع تحديدا في جباليا. كذلك الحال تحدث أن هنالك فرقة 162 تعمل في رفح تحديدا، وهنالك بعض الألوية العاملة هنا وهناك. ننوه أن الثلاثة قتلى أمس كانوا من الكتيبة 50 ومن لواء الناحل، أما اليوم ما تم الإعلان عنه هو مقتل جندي إسرائيلي من لواء المظليين، وكان هنالك أنباء تتحدث عن تقليص القوات في جباليا في شمال القطاع تحديدا. كريم، نعم دانا، يعني كيف يؤثر ذلك على الداخل الإسرائيلي من الناحية السياسية، خاصة وأن يعني بحسب التقارير وبحسب وسائل الإعلام هناك غضب واضح وتخبط في الداخل الإسرائيلي، وبحسب أيضا استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن هناك نسب تزداد فيما يتعلق بالرفض لاستراتيجية حكومة نتنياهو تجاه هذه الحرب؟ بالفعل كريم، عندما تخرج هيئة البث الرسمية الإسرائيلية وتقول أن 70% من الإسرائيليين يرون بأنه يجب تقديم موعد الانتخابات العامة، هذا يعني توجه إسرائيلي مغاير لما هو عليه الآن الائتلاف الحكومي، وخاصة بعد اجتماع لبيد ليبرمان وساعر الأخير الذين اتفقوا فيه بأنهم سيضعون الخطط لإسقاط هذه الحكومة، بل دعوا بني جانتس إلى ضرورة التحالف معهم والاستقالة من حكومة الطوارئ، وهذا ما هدد فيه بني جانتس مؤخرا بأنه سينسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يكن هنالك التزام من قبل بنيامين نتنياهو أو تغيير سياسة اتجاه الحرب في قطاع غزة حتى 8 حزيران القادم. لذلك هنالك تشرذم وشرخ واضح وانشقاقات ظاهرة للعيان، ليس فقط في كابينيت الحرب والمتمثل أيضا بقطيعة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وبين بنيامين نتنياهو، ووسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أنه منذ ما يزيد على 2 أسبوع وجالانت ونتنياهو لم يتواصلوا، وتخيل بأنه في الظروف كهذه في ظروف الحرب يكون التواصل شبه يومي ودائم بين وزير الدفاع الإسرائيلي وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن هذه الخلافات انعكست وألقت في ظلالها على علاقة جالانت في بنيامين نتنياهو، وخاصة أن جالانت يريد وضع استراتيجية أو خطة
لإسرائيل لما يسمى باليوم التالي للحرب على قطاع غزة، ويرفض أن يكون هنالك حكم عسكري إسرائيلي في القطاع، وهذا ما يرفض في دوره بنيامين نتنياهو، وحتى أنه يرفض عقد اجتماعات لمناقشة هذا الأمر. كل هذه الخلافات في طبيعة الحال تنعكس على الشارع الإسرائيلي الذي يرى بأنه يجب أن يكون، أو دعنا نقول أن 67% من الإسرائيليين يرون بأن نتنياهو لا يقوم بالمهام الواجب القيام فيها على أتم وجه في قطاع غزة للوصول إلى إطار تفاهم يفضي إلى صفقة تبادل تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. كل هذه الخلافات والانشقاقات تنعكس على التظاهرات التي يؤمها عشرات آلاف من المتظاهرين وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في تظاهرات سواء في تل أبيب في القدس، وكان هنالك تحرك لافت وتطور لافت في هذه التظاهرات التي تحولت إلى احتجاجات منظمة، دعنا نقول سواء في القدس في تل أبيب أو حتى اقتحام جلسة للكنيسة الإسرائيلية أثناء إدلاء بنيامين نتنياهو بعض الكلمات هناك، وأوقفوه وطلبوا منه أن يوقف هذه الحرب وأن ينظر بأعين عوائل المحتجزين الذين ما زالوا يجابهون الموت هم وأبنائهم لوحدهم في قطاع غزة، وبأن بنيامين نتنياهو يعمل في غزة فقط لمصالح سياسية ومصالح شخصية. وكيف تشير أو إلى ماذا تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الضغوطات على بنيامين نتنياهو، خاصة وأن نتنياهو أشار في كلماته في الكنيست تجاه ما يحدث في وسائل الإعلام وتجاه المحللين السياسيين، وأيضا هناك تقرير تشير إلى تخوف نتنياهو من استقالة بني غانتس. كيف تمكن كل هذه، أو كيف تشير وسائل الإعلام إلى كل هذه الأخبار حول الضغوطات على بنيامين نتنياهو؟ نتحدث حتى وإن كان هنالك إقالة لبني غانتس أو أن استقال بني غانتس من حكومة الطوارئ وانضم إلى هذه المنظمة الجديدة في داخل الكنيسة التي تضم لبيد وليبرمان وساعر، لن تكون مفصلية ولكنها في طبيعة الحال ستكون ضاغطة. بعض الأوساط التحليلية الإسرائيلية تقول بالعكس على أن نتنياهو يميل إلى حل كابينيت الحرب، وبهذا ترجع الأمور إلى نصابها، أي أن كل الأوامر التي ستتخذ وكانت تتخذ من كابينيت الحرب ترجع إلى الكابينيت المعني بإدارة الشؤون السياسية والأمنية، والتي يتشابه مع تطلعات بنيامين نتنياهو كونه يضم الوزيران المتطرفان إتمار بن غفير وسموتريتش، واللذان قالان بأنهم لن يوقعوا على صفقة تبادل، وأيضا قالوا بأنهم يميلون إلى استمرار العملية العسكرية هناك، وهذا ما يميل إليه بنيامين نتنياهو، وبهذا يكون قد حل كابينيت الحرب ولكنه حافظ على ائتلافه الحكومي كون إتمار بن غفير لوح عدة مرات بحل الائتلاف الحكومي. نتنياهو يعي ويعلم خطورة حل الائتلاف الحكومي وليس خطورة حل كابينيت الحرب، لأن حل الائتلاف الحكومي يعني العودة إلى انتخابات في الشارع الإسرائيلي. الانتخابات تقول بأن نتنياهو يحصل من 19 إلى 20 مقعد من أصل 120 مقعد في الكنيسة الإسرائيلي. هذا يعني بأنه لن يكون هنالك تحالف جديد، ولن يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي يبوئه لأن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي. نعم، دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.